السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مراسلنا في الميدان، وهذه النافذة على أبرز التطورات الميدانية التي نرصدها من خلال شبكة مراسلينا. نرحب بالمراسلين في الميدان من غزة بمحمد أبو حطب، من الخليل سامي أبو الشرخ، وأنا الجدع من قلقيلية هاني فنون من بيت لحم. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع غزة وزميل محمد أبو حطب. محمد، هذا اليوم توغل لآليات الاحتلال شرق جباليا، وأيضا الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام تغادر القطاع ليلا، التفاصيل لديك، تفضل. نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين. توغلت صباح اليوم 9 جرافات عسكرية إسرائيلية ترافقها العديد من الآليات العسكرية شرق جباليا، وقامت بأعمال تجريف في المنطقة. أيضا هذه الجرافات قامت بأعمال ترميم للسواتر الترابية المنتشرة شرق القطاع، والتي يستخدمها القناصة الإسرائيلية لإطلاق الرصاص صوب المشاركين في المسيرات السلمية شرق القطاع. على صعيد التضامن مع الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال، لا زالت ردود الأفعال والاحتجاجات متواصلة بعد استشهاد الشهيد طقاطقة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث نظمت قبل قليل مفوضية الأسرى وقفة احتجاج أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، حيث ندد المشاركون بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أسرانا الأبطال في السجون، مطالبين المجتمع الدولي بتدخل عاجل لتوفير الحماية لهؤلاء الأسرى الذين يتعرضون لأبشع صور التنكيل والإرهاب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، محملين الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة وأمن هؤلاء الأسرى داخل السجون. في ذات السياق، سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت بالأمس عن الأسير إياد الدريملي من المنطقة الشرقية، والذي قضى 10 سنوات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. هناك كان احتفال بهذا الأسير في المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس. على صعيد مغادرة حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي الحجازية، يغادر ويبدأ بالمغادرة اليوم والليلة الساعة 12 ليلا الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، والبالغ عددهم 800 حاج يبدأون بالمغادرة عبر معبر رفح البري إلى مطار القاهرة، ومن ثم المغادرة إلى مطار جدة في المملكة العربية السعودية. يبدأ الحجاج المغادرة خلال الأربعة أيام القادمة على دفعات، كل دفعة 800 حاج تقريبا يغادرون أرض الوطن ولأداء مناسك الحج والعمرة لهذا العام. اليوم أيضا معبر رفح سيكون يعمل فقط في هذه الأيام لإدخال ومغادرة الحجاج فقط، ومن ثم سيعود ويعمل بشكل اعتيادي. اليوم أيضا معابر قطاع غزة تعمل بشكل اعتيادي، ولم يسجل حتى هذه اللحظة أي عراقيل من قبل الاحتلال الإسرائيلي على هذه المعابر. تقريبا هذا يعني هذه هي صورة الوضع في قطاع غزة حتى هذه اللحظة. نشكرك على كل هذه الإيضاحات، مراسلنا في غزة زميل محمد أبو حطب، شكرا جزيلا لك. ومن غزة إلى الخليل، الزميلة سامية أبو شرخ ترصد لنا أبرز الفعاليات لهذا اليوم، إضافة إلى التطورات الميدانية في المحافظة بشكل عام، تفضلي سامية. مساء الخير لك خميس، ومساء الخير أيضا للسادة المشاهدين والزملاء في كل أماكن تواجدهم. نبدأ ميدانيا ضمن أخبار محافظة الخليل، واقتحامات واعتقالات قوات الاحتلال لمحافظة الخليل من مناطق وأرجاء متعددة، واعتقلت قوات الاحتلال مواطن من مدينة الخليل وهو يبلغ من العمر 46 عاما، نقلته إلى جهة غير معلومة، تم إلقاء القبض عليه أثناء تواجده في منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل. إلى ذلك أيضا قوات الاحتلال اقتحمت السموع جنوب محافظة الخليل وقامت باعتقال مواطن من هناك، وإلى ذلك أيضا اعتقلت مواطن آخر من بيتولا غرب الخليل بعد دهم منازل المواطنين في هذه المناطق والعبث فيها وبمحتوياتها برفقة الكلاب البوليسية. إلى ذلك أيضا قامت قوات الاحتلال ضمن تحركاتها الميدانية في المحافظة ومداهماتها للمنطقة، قامت بتسليم مواطن الأسير المحرر ليث العصافرة بلاغ لمقابلة مخابرات الاحتلال.
الاحتلال في بيت كاحل في محافظة الخليل. هذا على الصعيد الميداني. على صعيد أخبار الخليل لهذا اليوم ضمن الفعاليات هذا اليوم، جامعة القدس المفتوحة بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين وزارة التربية والتعليم العالي أيضا ستقوم هذا بهذه اللحظات تخريج طلبة البرنامج، برنامج تعليم الأسرى في داخل سجون الاحتلال. هذا البرنامج وضمن انطلاق حفل تخريج الفوج الأول للأسرى المنتسبين لهذا البرنامج والحاصلين على درجة البكالوريوس ودرجة الدراسات العليا المختلفة. هذا البرنامج هو الذي جاء لتقديم العلم رغم قهر السجان ورغم ظلم السجان وسياسة الاحتلال بحق الأسرى في سجون الاحتلال. جاء هذا البرنامج بدعم من وزارة التربية والتعليم العالي ليساهم للأسرى في سجون الاحتلال لإكمال تعليمهم سواء درجة البكالوريوس أو حتى الدراسات العليا. هذا اليوم سيتم تخريج حوالي 30 طالب وطالبة من الأسرى في سجون الاحتلال بمشاركة أهاليهم. الفرحة منقوصة خميس في هذا الاحتفال، وهو على غير العادة في حفلات التخرج التي بالعادة يفرح فيها طلبة التخرج، إلى أن الوضع مختلف لأن الأسرى يقبعون في سجون الاحتلال، إلى أن مشاركة أهاليهم هو جزء من هذه الفرحة. إلى ذلك أيضا نتواجد في هذه اللحظات تحديدا في سوق اللبن في البلدة القديمة في مدينة الخليل، وذلك لإعداد تقرير سيبث عبر النشرات الإخبارية القادمة لانطلاق مهرجان تذوق وتسوق، والذي افتتح قبل لحظات بمشاركة معالي وزير الزراعة الأستاذ رياض العطاري، وأيضا بمشاركة لجنة إعمار الخليل، وهو جاء بتنظيم اللجنة وبمشاركة طبعا لفيف من المؤسسات في محافظة الخليل. هذا المهرجان والذي يهدف إلى تسليط الضوء في الأساس على البلدة القديمة بما أنه تم وضعه وافتتاحه في داخل البلدة القديمة، وأيضا من جانب آخر وضمن أهدافه تعزيز صمود النساء في محافظة الخليل، إذ أن المهرجان يضم مجموعة من الزوايا ومشغولات زراعية، منتجات زراعية من قبل سيدات بمشاركة مجموعة من المؤسسات الخيرية والمؤسسات النسوية في محافظة الخليل. إذن سيتم إعداد تقريرين هذا اليوم من محافظة الخليل مكتب الخليل. التقرير الأول والذي يتحدث عن تخريج الفوج الخاص ببرنامج التدريب وبرنامج التعليم الخاص بالأسرى، والتقرير الثاني الذي يتحدث عن انطلاق مهرجان تسوق وتذوق. خميس هذه أخبار المحافظة وإلي. شكرا جزيلا لك سامية أبو شرخ مراسلتنا في محافظة الخليل، ونحن نرحب بزميل إيهاب الضميري الذي انضم إلينا من طول كرمم الآن فإلى قلقيلية، وزميل أنا الجدع الذي يسلط الضوء على زيارة وزير الأشغال العامة إلى قلقيلية ولقائه برؤساء الهيئات المحلية. إليك أنا، تفضل. نعم، تحية لك خميس ولكافة المشاهدين. يعني نتحدث في هذه الإطلالة عن الزيارة التي قام بها وزير الأشغال العامة الوزير محمد زيارة إلى محافظة قلقيلية، حيث التقى خلالها محافظ محافظة قلقيلية واستمع إليه إلى أبرز ما تعانيه المحافظة خاصة في مجال البنية التحتية. أيضا التقى عدد من رؤساء المجالس المحلية والقروية ودار الحديث أيضا عن هذا الموضوع. يعني الوزير وعد بأن هذه المشاكل سوف تحل قريبا، خاصة مع إعلان محافظة قلقيلية من قبل مجلس الوزراء عنقودا زراعيا، وبالتالي فإن هناك خطة متكاملة من أجل حل كافة المشكلات التي تعترض محافظة قلقيلية فيما يتعلق بالبنية التحتية. طبعا سنتعرف بصورة أكبر على أهمية هذه الزيارة مع ضيفي هنا اللواء رافع رواج محافظ محافظة قلقيلية. أهلا بك معنا في هذه الإطلالة من برنامج مراسلون. يعني نتحدث عن أهمية هذه الزيارة خاصة بعدما أعلنت محافظة قلقيلية عنقودا زراعيا. يعني كل الزيارات لها أهمية، وأنا أعتقد أن هذه بتوجيهات فخامة السيد الرئيس. أولا مشكورا على هذه التوجيهات والتعليمات الدائمة والمستمرة باتجاه تعزيز صمود الأهل في المحافظات وخاصة محافظة قلقيلية، والشكر أيضا إلى دولة رئيس الوزراء الذي اهتم كثيرا بمحافظة قلقيلية ووعدنا بأن يحل كل المشاكل والاحتياجات التي تعاني منها محافظة قلقيلية، وخاصة أن هذه المحافظة مستهدفة من قبل الاحتلال
الجبال أكثر من غيرها من المحافظات، كون هناك يتركز الاستيطان وكثافة استيطانية عالية، وهناك جدران إسمنتية تحيط بمدينة قلقيلية وتحيط بالكرة كرة محافظة قلقيلية، وهناك انتهاكات يومية لهذا الاحتلال سواء كان للمواطن أو للأراضي أو للمزارعين أو للأراضي الزراعية. اليوم استقبلنا معالي وزير الأشغال العامة الفلسطيني السيد دكتور محمد أزيارة مشكورا على هذه الزيارة، الذي جاء وحضر ليطلع على أوضاع هذه المحافظة وما تعانيه من مشكلات وما تريد من احتياجات. اطلع بشكل جيد، سمع منا شخصيا وسمع من المجالس الكروية، رؤساء المجالس البلديات أيضا ورؤساء البلديات والمؤسسات سواء كان الغرفة التجارية وباقي المؤسسات والفعاليات في هذه المحافظة وجها لوجه عن المشكلات التي تعانيها هذه المحافظة والمشاكل العديدة التي يخلقها الاحتلال لهذا للمواطنين، وأيضا استمع للاحتياجات التي تحتاجها هذه المحافظة للنهوض بواقع هذه المحافظة، وخاصة أن المحافظة أشملت من قبل دولة رئيس الوزراء في ضمن العنقود العناقيد وأوليت اهتمام بالعنقود الزراعي، كون محافظة قلقيلية لها ميزات تنافسية خاصة في الموضوع الزراعي. أعتقد أن اليوم أوضح معالي الوزير أن هناك اهتمام في كافة المناحي ليس فقط في الزراعة، لأن الزراعة تحتاج إلى بنى تحتية مساندة وأخرى، وبالتالي سيكون الاهتمام أولا في الموضوع الزراعي والتركيز على الموضوع الزراعي والقطاع الزراعي بشكل عمودي، وهناك أيضا اهتمام بشكل أفقي في باقي المناحي والقطاعات الأخرى كالصحية والتعليمية والشباب والمرأة وباقي القطاعات الأخرى. هذا أثلج صدور الحاضرين، وخاصة أنه أوضح معالم الخطة التي اعتمدت من قبل دولة رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية للاهتمام والنهوض بواقع محافظة قلقيلية. أنا أعتقد أن هذه الخطة التي تم اعتمادها سوف تفي بالغرض وسوف تطور واقع الحياة في المحافظة، والأمر الذي سيعزز صمود الأهل ويعطيهم الإرادة من أجل مواجهة كل التحديات، وخاصة تحدي الاحتلال الذي يهاجم باستمرار هذه المحافظة، يهاجم أهلها ويحاول التضييق على أهلها من أجل محاولة منه وبائسة ويائسة من أجل ترحيل المواطنين حتى يتسنى للاستيطان ابتلاع ما تبقى من أراضي في هذه المحافظة. الشكر لكل المجتهدين ولكل الفاعلين ولكل من يبذل جهد من أجل تطوير واقع هذه المحافظة. نعم، يعني معالي الوزير تحدث عن صعوبة تنفيذ بعض المشاريع بسبب الظروف المالية الحالية التي نعيشها جراء السياسات الإسرائيلية في سرقة أموال المقاصة، يعني كيف يمكن التغلب على مثل هذه العقبة وتنفيذ مشاريع يعني تساهم إيجابا وتنعكس إيجابا على حياة المواطنين؟ يعني ما سمعت من الوزير أن هناك تم يعني جمع المبلغ ما نسبته 70% من المبلغ المخصص للإيفاء بالتزامات وبنود هذه الخطة، وبالتالي أنا أعتقد أن الجهود يعني مستنفرة بشكل كامل لدى الحكومة من أجل جمع المخصصات الكافية لتنفيذ هذه الخطة. نعم، هناك أزمة مالية تمر بها السلطة الوطنية، تمر بها الحكومة الفلسطينية جراء الابتزاز أو محاولات الابتزاز السياسي للمقايدة ما بين الأرض والرفاه والازدهار الاقتصادي، رفضناه ونرفض، والتحية كل التحية إلى فخامة السيد الرئيس الثابت والصامد والذي صمد أمام كل الضغوطات وكل المحاولات والمؤامرات التي يحيكها سواء كان البيت الأسود أو نتنياهو والاحتلال. وأنا أعتقد أن لدينا القدرة والإرادة والعزيمة كشعب فلسطيني للاستمرار بالحياة ولمواجهة كل التحديات بما هو موجود، وبالإمكانيات البسيطة سوف نواجه ونتغلب على هذا الاحتلال وعلى كافة المؤامرات المحيطة. نعم، يعني هناك أيضا معيق آخر لابد من ذكره وهو التصنيفات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية ABC. يعني معالي الوزير تحدث أن هذه التصنيفات لن يتم الأخذ بها وأنه سيتم العمل على كامل الأرض الفلسطينية، أنتم كيف تنظرون إلى هذا الموضوع وكيف سيسهم أيضا على حياة المواطنين؟
نحن نقول أينما يوجد الفلسطيني فهي أراضي فلسطينية، وبالتالي لا نعترف بهذه التصنيفات في مجالات التطوير وفي مجالات التنمية والنمو. أينما يكون الفلسطيني سواء كان في مناطق سي أو بي أو ألف سوف نصل إليه، وسوف يتم العمل ضمن بنود الخطة لتنفيذ المشاريع والتي في معظمها في مناطق سي. اللواء رافع رواج محافظ محافظة قلقيلة، أشكرك على هذه المشاركة. يعني خميس كان هذا الحديث فيما يتعلق بزيارة وزير الأشغال العامة محمد زيارة لمحافظة قلقيلية، والتي ذكرنا أنها تأتي ضمن الزيارات المتكررة للمحافظة بعد إعلانها عنقودا زراعيا. أشكرك جزيل الشكر مراسلنا في قلقيلية نال الجدع، والشكر أيضا لضيفك محافظ المحافظة. الآن إلى بيت لحم زميل هاني فنون، وندوة خاصة تضامنا مع المواطنين في وادي الحمص في سور باهر، المواطنين الذين هدمت منازلهم. إليك تفاصيل، تفضل هاني. أهلا ومرحبا بك خميس وبجميع مشاهدي برنامج مراسلون في الميدان. ميدانيا نتحدث عن اعتقال الاحتلال لشابين في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وأيضا إلى جانب الحملة المسعورة التي تستهدف المواطنين في بيت فجار وفي بلدة يعني تقوع على جنوب شرقي لبيت لحم، وهي اعتقالات بالجملة تشهدها تلك البلدتين بشكل يومي، إضافة إلى مخيم الدهيشة جنوب المدينة. الاحتلال أيضا يعني خميس قام اليوم بمداهمة منزل الأسير المحكوم بالمؤبد محمود علي رديدة في بلدة العبادية شرق بيت لحم، وقام والذي أمضى أيضا 18 عاما في سجون الاحتلال، وقام ب يعني تفتيش وتخريب محتويات هذا المنزل، ولم يعرف أسباب هذا الاقتحام العنجهي والممارسات بحق أسرى البواسل وعائلاتهم في خارج السجون، حيث أن هذا الاقتحام تعدد أكثر من مرة وتخريب هذا المنزل تعدد أكثر من مرة من قبل الاحتلال يعني لذوي الأسرى وخصوصا المحكومين بمحكوميات عالية في سجون الاحتلال. أيضا خميس في الحدث الأبرز لهذا اليوم في محافظة بيت لحم، حيث يتداعى يعني حتى هذه اللحظة أمناء سر الأقاليم في المحافظات الشمالية إلى إقليم سر حركة فتح في بيت لحم هنا للانطلاق بعد قليل إلى منطقة واد الحمص إلى الشمال الشرقي لمحافظة بيت لحم وجنوب شرق القدس المحتلة. هذه المنطقة التي استهدفها الاحتلال أول أمس بمجزرة وجريمة كبيرة ورهيبة بتدمير منازل 11 بناية في المنطقة، وأيضا يعني تهجير وتشريد عدد من العائلات، وأيضا قتل حلم عدد من العائلات التي كانت تنوي يعني السكن في تلك الشقق والسكنية. هذا الاجتماع اليوم، هذه الندوة اليوم، هذا هي لتدارس الوضع في المنطقة، وأيضا يعني لوضع خطة جديدة حول هذا الموضوع. سأستضيف هنا محمد المصري أمين سر حركة فتح في بيت لحم. يعني أبو خليل، هذه الزيارة، هذا الاجتماع الهام على مستوى حركة فتح الذي دعت إليه وبتوصيات من اللجنة المركزية وبتوصيات من مجلس الثوري، يعني ماذا تأملون أن يخلص هذا الاجتماع؟ ماذا لديكم من الخطط لدعم صمود أهالينا في واد الحمص وما يتعرضون له، وأيضا المناطق المستهدفة على ذات غرار الاستهداف الاحتلالي لها؟ يعني أولا هذا الاجتماع كان يجب أن يعقد في القدس، لكن كما تعلمون إجراءات الاحتلال من حصار وأغلاق للمدينة المقدسة يمنع وصولنا إلى هناك. سننطلق اليوم من هنا من مقر حركة فتح في بيت لحم إلى وادي الحمص، إلى أقرب نقاط مواجهة للمباني التي تم هدمها لمتابعة والالتقاء بالسكان هناك. أيضا سيكون هناك اجتماع لأمناء أسر الأقاليم لوضع خطة عمل ميداني في إطار توصيات القيادة الفلسطينية، في إطار توصيات اللجنة المركزية، في إطار توجيهات السيد الرئيس محمود عباس في إسناد المواطن الفلسطيني، إسناد أهلنا في وادي الحمص، تعزيز ثباتهم، تعزيز وجودهم. أنا باعتقاد اليوم نخوض معركة ليست بالسهلة، هي يعتقد هذا الاحتلال بأنه من خلال هذه المعركة سيحاول فرض وقائع قاسية على شعبنا، لكن باعتقادي مررنا بنكبات ونكسات أكبر من هذا. وادي الحمص
القدس هو جزء وسلسلة جزء من السلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، والتي نقول يوما ما سيدفع هذا الاحتلال ثمن هذه الجرائم. لكن في هذا الوقت يتطلب منا كفلسطينيين أولا وحدة الموقف الفلسطيني الميداني، ثانيا تصعيد المواجهة الشعبية والمقاومة الشعبية، تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، تثبيت أركانه على أرضه، ثالثا نعلم جيدا إجراءات الاحتلال التي تحاول أن تقتص من أموال شهدائنا، أموال أسرانا، يضاف عليها هذه الجرائم والتي يضاف فيها حقائق يعني حقائق مخيفة بحق المواطن الفلسطيني. فوق ما يهدم بيته هو يجبر أيضا على دفع تكلفة الهدم ودفع تكلفة إزالة الأنقاض. نحن نقول هذه الأثمان التي يدفعها المواطن هي أثمان ملزمون نحن جميعا بها. هذه الأثمان هي أثمان في سياق حرية فلسطين. هذه الأثمان مهما غلت ستكون رخيصة في سياق هذه الحرية. ربما هذا الاجتماع هو سابقة إيجابية يعني فيما يتعلق بأن تتداعى جميع أمناء أسر الأقاليم إلى هذه المنطقة يعني توسيع دائرة المقاومة الشعبية، توسيع دائرة التصدي لمثل هذه الإجراءات. نحن نتحدث عن إجراءات ربما ستستهدف مناطق أخرى مثل خان الأحمر، مثل قلنديا وما شابه ذلك من المناطق المتاخمة لما يسمى الجدار أو هو جدار الفصل العنصري حقيقة. يعني هل هذا الأمر هو رفع حالة الوعي الوطني بهذا الموضوع أيضا؟ يعني دوما الاحتلال يراهن على فرقتنا، يراهن على قسمتنا. دوما هذا الاحتلال يمرر إجراءاته عبر تقسيمنا. الضفة المحتلة كما يعلم الجميع يقطع أوصالها الاحتلال في كل جانب، وهو يعتقد بسياسة تقطيع الأوصال، بسياسة الحواجز، بسياسة بناء الجدران حول المدن الفلسطينية، بسياسة بناء المستوطنات حول المدن الفلسطينية، بأنه يستطيع أن يفصل واقع كل مدينة عن الأخرى. أنا باعتقادي هذا الاجتماع هو خطوة أولى في سياق توحيد الفعل الوطني والجماهيري في كافة المحافظات، ثانيا هو خلق بؤر اشتباك حقيقية مع هذا المحتل يدفع من خلال الثمن، ويعرف تماما أن كل خطواته لن تمر، وأن خطواته التي يقوم بها هو باعتقاده أن خطوات لن تلقى أي تأثير أو ردود فعل. ثالثا وهو الأهم، مشاركة جميع فئات الشعب وتحديدا فصائل العمل الوطني في إطار فعل وطني مشترك نسعى من خلاله إلى مسارين. المسار الأول هو رفع حالة الوعي الوطني لدى جماهير شعبنا. بالتأكيد جماهير شعبنا تعاني من الإنهاك، تعاني من الحصار المالي، تعاني من الحصار الاقتصادي، تعاني من إجراءات الاحتلال، تعاني من الهدم، سياسات الاعتقال. أنت تتحدث عن أرقام مرعبة جرى اعتقالها في خلال أشهر منذ بداية العام حتى اللحظة. وبالتالي من يقول أو يظن أن الضفة لا تعيش حالة اشتباك يومي هو واهم. هذا الاحتلال يحاول أن يفرض، وهذه الضفة وشعبنا ما زال صامد يقاتل يوما بعد يوم. وما إجراءات الاحتلال إلا دليل على محاولة كسر الإرادة الفلسطينية. هذه الإرادة نقول لن تنكسر، هذه الإجراءات لن تمر، وموقفنا صلب، موقفنا مع قيادتنا موحد، لكن هناك بعض الإجراءات التي يجب أن نتخذها ميدانيا على الأرض من أجل تعزيز هذا الصمود. أشكرك محمد مصر أمين سر حركة فتح إقليم بيت لحم على هذه المقابلة. وأيضا دعني أشير خميس لأن يعني القدس وإن كانت محاصرة فإن جميع أبناء شعبنا في المحافظات وإن جاءوا هنا إلى بيت لحم فهم جميعا يعني يقفون مع القدس، يقفون مع أهلها، يؤازرونها بكل ما أوتوا من قوة. كما ذكر ضيفي رغم الحصار، رغم الضائقة التي يعيشها أبناء شعبنا، فهم يعني متفتحون، فهم يعني دائما يعني منشغلون وبوصلتهم دائما إلى القدس المحتلة وأهلها والصامدين فيها. إليك خميس. شكرا جزيلا، شكر مراسلنا في بيت لحم زميل هاني فنون، والآن إلى طول كرم وزميل إيهاب الضميري الذي يرصد لنا أبرز التطورات الميدانية في المحافظة. إليك إيهاب، تفضل. نعم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. أبرز التطورات الميدانية في محافظة طول كرم تتعلق بما يعني قامت به قوات الاحتلال فجر اليوم وليلة أمس، حيث اقتحمت عدة بلدات وقرى في المحافظة وداهمت عشرات المنازل واعتقلت تسعة مواطنين يعني توزعوا ما بين قرى وبلدات كفر لبد وعنبتة والراس وكفر عبوش وفرعون. البداية كانت في كفر اللبد وعنبتة، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدتي كفر اللبد وعنبتة، وهما بلدتان متجاورتان إلى الشرق من طول كرم. وهناك قامت بمداهمة عدد من المنازل واعتقال مجموعة من المواطنين، حوالي ستة مواطنين فقط من عنبتة وبلدة كفر اللبد. وبعد ذلك يعني كان اقتحام آخر لقرية فرعون وأيضا قرية الراس وقرية كفر عبوش وجميعهم جنوب طول كرم، وتم اعتقال المواطنين الآخرين.
قبل قليل أبلغنا من مصادر محلية بأن معظم من تم اعتقالهم فجر اليوم وليلة أمس تم الإفراج عنهم، ولم يتبقى سوى مواطنين اثنين رهن الاعتقال لدى سلطات الاحتلال. يعني هذه الاعتقالات تتواصل، سواء كانت اعتقالات تستمر أو اعتقالات للاستجواب وأيضا للتحقيق. إذا يعني كانت بالفعل يعني هناك موجة اعتقالات في محافظة طول الكرم، لكن بحمد الله يعني تم الإفراج عن معظم من تم اعتقالهم، وما تبقى سوى مواطنين اثنين داخل الاعتقال أو تحت التحقيق إلى حد هذه اللحظة. هذا من جهة. اليوم أيضا طول الكرم وبعد ساعة الظهر تستضيف وزير الأشغال والإسكان دكتور زيارة من أجل يعني أن يكون هناك اجتماع ما بين وزير الأشغال من جهة وأيضا رؤساء المجالس المحلية بحضور محافظ طول الكرم عصام أبو بكر، والتباحث أكثر حول بعض القضايا والمشاريع التي تحتاجها المحافظة. وبالتالي هناك ستكون بعد هذا الاجتماع جولة على بعض المواقع ليطلع وزير الأشغال أكثر في زيارته الأولى للمحافظة على ما تحتاجه محافظة طول الكرم. هذا ما يتعلق بالمحافظة لهذا اليوم ميدانيا وعلى مستوى الفعاليات. شكرك جزيل الشكر إيهاب ضميري مراسلنا في طول الكرم على كل هذه الإيضاحات، وشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. ختام مراسلنا في الميدان، دمتم بخير وإلى اللقاء.